في حلقة المطابخ العالمية لهذا الأسبوع رح نزور بلد يطلق عليها اسم مدينة الشمس أو سقف العالم. اليوم رح نزور النيبال لنكتشف سوا جزء من مطبخها. هاي ملك. هاي شيف. كيفنا اليوم؟ الحمد لله. انت كيفك؟ انا شو الله. لوين اخذنا اليوم يا شيف؟ اليوم عن نيبال. عن نيبال على الخبرية بردت. ايه هو فعلا بلد كتير ساقعة. حتى بالصيف انا مرة رحت وكان ساقعة بتحس انه بالساقعة وفي شتاء على طول يعني مبدئيا. فبس كمان من ناحية تانية بلد كتير حلوة. خضرة كتير والاكل تبعهم مميز. حلو. يعني خليط بين من الهند ومن الصين ومن الشعب الاساسي اللي كان عايش بنيبال. فبتلاقي في نكهات كتير مميزة. ما ننسى انه هن اصلا حتى مطابخهم بقلب البلد بيطلع اكثر من 6-7 مطابخ. اليوم هنعمل كم طبق. يلا. اول واحد هنعمل نودلز مع دجاج. النودلز نقعناهم بالمي هون مثل ما شفتي، هو النودل بيجي بهالشكل قاسي. اوكي، فنقعناه بالمي لا يتشتش. مي سخنه، مي عادي فيك تحطي مي فاتره مي سخنه حسب قد ايه مستعجله. بس هي بالنهايه حي ما حي الله مي حتطريها. اوكي، وحنبلش اكيد نحضر هالطبق. بس اول شيء لازم نجمع كل خضرتنا مقطع جاهزة حتى نأكد انه بيطلع طبق. ايه، ونسهل علينا الطبق 100%. طبعا بس لانه هو كله ستير فرايد يعني بتحطيه تقريبا ستير فرايد يعني على السريع السريع. فحناخد بصل نفرمه.